أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم عبد الرؤوف 89 على اليوتيوب. خمس عبارات لا تقولها لمديرك، خمس عبارات ما تقولهاش للمدير بتاعك في الشغل. أول حاجة، المدير السابق كان يفعل كذا وكذا. أي شخص في الدنيا يا جماعة بيحبش يقارن بينه وبين أي شخص تاني. المقارنة دايما مش في صالحك أو في صالح الشخص اللي قدامك، حتى لو أنت عندك ابنك مقارنهوش بأي حد خالص، لأن ده ما بيديش، يعني بيقلل من همته، ودايما المقارنة مش بتبقى في صالحه. الحاجة التانية، أي مدير جديد بيبقى حاسس إن هو أحسن من المدير اللي قبله، فما تقول ما تقارنوش إن المدير الفلاني كان بيعمل كذا. أنا شخصيا كنت بقع في حاجة زي كده. يعني الكلمة التانية، لا أستطيع. كل المديرين ما بيحبوش اللي قدامهم يقول معرفش، على الرغم من اني برضه اختلف في الموضوع ده. افرض انت عندك جوبايه معينه او وظيفه معينه او مهمه معينه وانت مش بتعرف فعلا تعملها، ولو قلت المفروض المدير يقدر حاجه زي كده، لو بعرف هعمل، لو مش بعرف ما اعرفش خلاص. لكن ده احيانا بيدي انطباع سيء، كلمه لا استطيع بتدي انطباع سيء عنك عند المدير، بان انت شخص لا يعتمد عليه، او شخص عنده عدم ثقه في قدراته، وان هو شخص عديم المسؤوليه. فلا استطيع كلمه ما تقولهاش لمديرك على قدر المستطاع. الكلمه الثالثه، تقول له ساستقيل او هسيب الشركه وامشي. الكلمه ديت في طياتها بتحمل ان انت بتهدده او بتهدد الشركه، هو في خلاصه القول ان الكلام هيتقال ان انت الشركه ما تقفش على حد. رقم 4، لن اعمل مع هذا الشخص، ان انا ممكن ما اشتغلش مع الشخص ده، وده بيدي انطباع ان انت بتدخل امور الشخصيه في امور العمل. ولكن المدير الفطن او الذكي المفروض يفهم ان الموضوع ده مهم جدا انك تشتغل مع حد ما بتحبوش. الحاجة التانية برضو، انا مثلا لو بيني وبين حد خلاف، بطلع مدام في سياق الشغل واطلع اشتغل معاه، مفيش عندي مشاكل، واعصر عليه بقى لمونتين تلاتة عشرة واستحمله شوية ساعات الشغل دول على ما ربنا يكرم ونعدي الوقت ده. ان انت كل شوية هتعمل مشكلة مع ده ومشكلة مع ده ومشكلة مع ده، فانت عملت صداع للمدير بتاعك، ففي الحالة ديت هو اصلا مش هيحب يشقى. انت بديت له انطباع ان انت مش تمام اصلا، يعني عامل المشاكل مع كل الناس. لا، في المشاكل الشخصية شيء والشغل شيء تاني. اجبرت انك تشتغل مع هذا الشخص، اطلع بقى وتوكل على الله، يعني هتعمل ايه. رقم 5، كلمة هذا ليس عملي او هذا ليس عملي. المفروض ان انا اقول برضو ان ده مش شغلي، لان انت كده بتعمل حاجة، يعني ايه، انك عايزينك تبقى جوكر، بتعمل كل الشغل، ممكن تخلص اي حاجة والكلام ده كله. لكن في مصر هنا مثلا موضوع مفهوم التيم وورك ان واحد يقوم بكل شغلانة والباقي يقول له الله ينور، فانت كده واحد هيندبح والباقي صباح الفل، تمام. فهذا ليس عملي، من الافضل جدا اختلف مع النقطه دي. المفروض تقول للمدير بتاعك ان ده مش شغلي، بس باب صنعه لطافه، بحيث يعني انت عارف تمسك العصايه من الوسط وما تخليهوش يشمئز منك او ياخد انطباع عنك انك تسمعش الكلام، ما بتنفذش التعليمات، الكلام ده كله. ففن التفويض الفعال فعلا من المدير حتى يبقى افضل. فهم طبعا ما بيحبوش يسمعوا كلمه هذا ليس عملي، هم عايزين حد يخلص شغلانه. واحيانا دي بتيجي على حساب ناس على حساب ناس، يعني مثلا تلاقي واحد موجود في المكان لود على الباقي، لود على الباقي، الباقي كله شغال وده ما بينتجش معاه في الموضوع يعني. فبالتالي المدير بيروح للي بيعمل الشغلانه ده كل شويه والكلام ده كله، انت فاهم. يعني هقول لك حاجه، المدير دايما لو لقى واحد دايما بيقول له حاضر ونعم وطيب واوامر يا فندم ومش عارف ايه، لو يوم ما يحتاج حاجه هيعمل ايه؟ هيروح للشخص ده. ما هو انا هروح لواحد كل شويه يقول لي لا ويا عم مش بتاعتي وما اعرفش والكلام ده كله، انا هوجع دماغي ليه؟ لما انا اروح للشخص السهل ده، يقوم الشخص السهل الجميل ده اللذيذ اللي هو شايف شغله وطاحن نفسه ده يشيل، ويبقى في حمل عليه بقى ومفيش تقدير في النهايه، ممكن يكونش فيه تقدير. دي بقى الخمس كلمات. تعالى، المدير السابق كان يفعل كذا وكذا، قرروش بحد، لا استطيع. رقم 3، ساستقيل. رقم 4، لن اعمل مع هذا الشخص. رقم 5، هذا ليس عملي. ولحد ما اشوفك في الفيديو الجاي، ما تنسانيش من اللايك والشير والسبسكرايب في القناه لاول مره. حضرتك شوفنا ودعمنا على الباتريون، لو مقتنع باللي احنا بنقدمه شوف الكومنت، حط كومنت تحت الفيديو، وشوف الديسكربشن بتاع الفيديو بحط لك فيه بعض الفيديوهات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.